الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي المؤمنين. الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإله الحق المبين. منه المبتدأ وعليه المعتمد وبه نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين قائل الغر الميامين القائل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. فاللهم صل وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى العزيز الغفار. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، موضوعنا جد خطير، موضوعنا موضوع الساعة، موضوعنا رسائل العام الجديد. موضوع مكون من خمسة عناصر أو خمسة رسائل. الرسالة الأولى: تقارب الزمن علامة على قرب قيام الساعة. الرسالة الثانية: عمرك ينقص لا يزيد. الرسالة الرابعة: الحياة الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الرسالة الرابعة: ماذا تنتظر؟ الرسالة الخامسة: ابدأ في التوب والاحذار. فيا أيها المسلمون، أعيروني القلوب والضمائر قول الأسماع والأبصار، فإنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن الموضوع لمن الأهمية بمكان. الرسالة الأولى: تقارب الزمن علامة على قرب قيام الساعة. إن الناظر في أوقاتنا وفي أيامنا وفي أعمالنا يراها سريعة، تمر سريعة، لا تجد بركة في أوقاتنا، كأن النهار والليل متلازمان. فقد أخرج الإمام الترمذي في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار، وفي رواية كاحتراق السعفة الخوصة، يعني سرعة احتراق ورق الجليد اليابس، زي ما تقول ورقة شجر احترقت بسرعة، هذه الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: فسرعة الأوقات دليل على قرب قيام الساعة. قال الإمام ابن حجر رضي الله عنه:
وبيننا وبينه ما يقرب من 700 عام. يقول الناظر في عصرنا، ابن حجر في عصره من 700 سنة يتكلم عن نفسه، الناظر في عصرنا يجد سرعة الأوقات وسرعة مرورها مقارنة بالعصر الماضي، يتكلم عن عصر اللي قبل منه. فكيف لو رأى ابن حجر عصرنا الآن؟ نتحدث عن الأشهر، عن السنين وكأنها أشهر مرت، نتحدث عن الأسابيع وكأنها أيام مرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسرعة الأوقات، الأوقات التي ليس بها بركة، هو دليل على قرب قيام الساعة. الرسالة الثانية: عمرك ينقص لا يزيد. الكثير منا يظن أن عمره يزيد، أن النهاردة 39، عيد ميلادي اللي جاي هيبقى 40. لا، ده بالمفهوم بتاع الدنيا. هو أنت ابن دنيا ولا ابن آخرة؟ نهايتك فين؟ مش هنا. يبقى لازم أفكر بالمنظور الأخروي مش بمنظور الدنيا. الآباء والأمهات بيلحوا على الأولاد على الصح، اعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ عشان هما شايفين المستقبل عنهم، عارفين الدنيا مستنياهم ايه، عايزينهم شافوا اللي هما ما شافوهوش. هكذا الله عز وجل يعلم خائنة السر، يعلم كل شيء، يعلم الغيب الذي سيحدث في المستقبل. لذلك هو يريد منا ان نفكر بتفكير الاخره، وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب، وان الدار الاخره هي الحيوان، التي نهايتك فيها. فلازم افكر في المكان اللي انا رايحه، مش في اللي انا همشي فيه. مثال الوضعي، نحن في هذه المحافظه وكانها هي الدنيا، نريد ان نسافر الى محافظه اخرى، ونحن في الطريق كلما اقتربنا الى المحافظه الاخرى كلما ابتعدنا عن هذه المحافظه. صحيح، فكلما اقتربنا الى المحافظه الاخرى كلما اقتربنا الى الاخره وابتعدنا عن الدنيا. هكذا عمرك، انت تقضي ساعات في السفر، هي تقضي اعمار وسنوات، هي تقربك الى الاخره. لا تقول انا عندي 40 سنه، لا اقول انا بقالي 20 سنه على المود، لو جه بعد 20 يعني. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعمار امتي بين 60 و70، كل بيموت من 60 ل 70، قليل من يجوز، قليل اللي بيعدي، قليل اللي بيعدي 80 سنه 90 سنه، قليل. يبقى انا احط في منطلقي انا عندي 40، يبقى فاضل لي 20 على الموت. يبقى العمر ينقص ام يزيد؟ ينقص. كلما زدت في المنظور بتاع الدنيا قل عمرك في منظور الاخره، قل وجودك على ظهر هذه الارض. ده انا بتكلم على 40. طب اللي ورا عدى 60 ده هيعمل ايه؟ اطمنه، ملك الموت بياخد الصغير بالكبير دلوقتي، ما تخافش. بس احنا كلنا في خطر، كلنا ملك الموت بيعدي لحظه ياخد ده وده وده، الصغير والكبير. فانا اكون متيقظ، متيقظ لك. قال الحسن البصري: يا ابن ادم ينادي عليك اليوم، اليوم بتاع النهارده ده بينادي عليك، انما انا يوم جديد وعلى عملك شهيد. هو 25/2024 ده هيتعدى تاني؟ هيتكرر تاني؟ خلصت، خلصت. هيمشي وهيشهد، يا اما هيحمد فعلك، يا اما هيذم، هيذم فعلك. نهاك ضيفك فاحسن اليه، فان ذهب حمدك، وان اسات اليه ذهب ذمك، وكذا ليلك. ليه نفس الكلام؟ قال رحمه الله: الدنيا ثلاثة، الدنيا دي ثلاثة أيام، يوم بالأمس امبارح خلص بحلوه ومره، عدى خلاص انتهى، بحسناته وسيئاته لا تملك فيه شيء، وغدا بكرة لا تعلمه، فأنت لا تملك أن تكون فيه.
انت عملك مفتوح قوي. خرج لا تملكه. اما اليوم فهو ملك لك فعلا. فيه النهارده بتاعك اشتغل فيه. ابعت الخليله بتاعت الحسنات في اخرك. قال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبره تمشي هديه المحافظه الحياه، وارتحلت الاخره مقبله هي عليك. ولكل منهما بنون. كل من الدنيا والاخره لها اولاد. فلا تكونوا من ابناء الدنيا وكونوا من ابناء الاخره. قال لك تفكيرك جايب باخر مش دنيا. تفكيرك يبقى زي النتيجه دي. شايفين النتيجه دي؟ عدى منها خمس ايام اهو ده عمرك بينطف. انت نتيجه. كل يوم بتشد ورقه كل ما سنه ايه؟ بتدفع. خلص الورق عمرك خلص. النتيجه في الاخر بحته كلمه فين؟ عمرك خلص في التراب ده خلص. انت تفكر بهذا المنطق حتى تعلم انه كلما مر عليك يوم كلما قربت الى الموت. الرسالة الثالثة: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. كلمة ساعة مش اسلوب مجازي، مش بخمن لك لك ده واقع. هقولها لك بالعقل تفهمه بعقلك وبالدين منقول. قبل ان ابدا فيها افرق بين قول الله عز وجل: وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية بتاعت في يوم كان مقداره 50,000 سنة خاصة بيوم القيامة بس. هيحس الكفار والمنافقين والكافرين أن هذا اليوم 50,000 سنة يوم القيامة بس. ما باقي الأيام عند الله هي 1,000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. السنين بتاعتنا ايه؟ 60 سنة في 1,000 سنة. ساعة ازاي بالعقل؟ اقسم لي كده الناس السريعة في الحساب، تقسم لي 1,000 سنة على 24 ساعة اللي هو اليوم بتاع ربنا هيديك ايه؟ 41 دقيقة. يعني 60 سنة بتاعتك هتحسها في الآخرة ساعة. اللي تلت التلت الأخير ده فين؟ وانت بتناموا بتلت نوم والتلتين تتحاسب عليهم. طب ده الدليل العقلي بالمنطق. طب الدليل الاخروي؟ قال الله: ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعرفون بينهم فخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار بلا فهل يهلك الا القوم الفاسقون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما هم بيقارنوا الآخرة بالدنيا. ده احنا اللي احنا شفناه في الآخرة ده مش هيجي في الدنيا ساعة. كذلك كانوا يوفكون. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بإصبعه السبابة والنصح والساعة كده. هنقول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1,500 سنة. والألف سنة بيوم عند ربنا يعني ايه؟ عدى على ربنا يوم ونص. يوم ونص من 1,500 سنة. انا والساعة كهاتين. فمتى الساعة؟ عندها تكون بعد يومين، بعد سنة، بعد ثلاثة، بعد 7 ايام بحساب الله عز وجل فتكون 7,000 هنا. الساعة قريب. وانت لن تكون في ظل الساعة، بل ستكون تحت التراب. لأن الموت أقرب إليك من شراك نعلك، من الجزمة والشوز اللي أنت لابسه، الموت أقرب لك منه. ما تدورش عليها، أنت تدور على ملك الموت اللي يجي ياخدك. فالدنيا ساعة. فاجعلها مش مستاهلة. مش مستاهلة أبص هنا وأعمل هنا وعلى سرية وأوضع إباحية وأكلم حريم وزنا. مش مستاهلة. أقعد أدور وأضحك في الشغل ليل نهار وشغلانة تانية عشان مش مستاهله. ملك الموت يجي في لحظه ياخدك من كله.
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصيرة، فأثرت في جنبه حصيرة ناشفة علمت، عارف لما تنام كده على مخدة ولا إيديك تعلم كده في سرعة وتنام على الأرض، فأثرت في جنبه فقال يا رسول الله هل اتخذنا لك فرشا؟ حاجة كده بطانيات وحاجة ملابس حاجة طبية يعني. قال ما يوم للدنيا، ما يوم للدنيا دي، ما مثل ومثل الدنيا، شوف بقى طبع على نفسك، إلا كراكب سائل في يوم صائف، لكني واحد راكب حاجة وماشي في يوم حر جامد، فاستظل تحت شجرة ساعة. هي الدنيا، عارف اللي بيسافر من محافظة لمحافظة بياخد ريست في الطريق كده، يخش الحمام مش عارف ايه يركب، هي الريست ده هي الدنيا الوقت بتاعها كله. إلا كراكب استظل تحت شجرة ساعة ثم ارتحل وتركها. خدت شوية الشمس راحت مشيت، هي الدنيا. لذلك ابن عمر يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه مسكه كده، قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك خليل، عارف لما تسافر لمحافظة تانية، أنت المحافظة اللي أنت سافرت لها أنت غريب عنها، بتخلص مع صحتك فيها وإيه؟ تمشي ترجع بلدك، الدنيا كده، أنت هنا مشي حالك عشان البلد بتاعتك هي الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عبد سليم. ابن عمر لما خد النصيحة دي بيقول لك إيه؟ بيتركن بقى شغل مخ، اذا اصبحت فلا تنتظر، هو انت الصبح انت مستني اللي يجي عليك، ممكن ملك الموت يجي قبله، واذا امسيت فلا تنتظر، تستني الصبح ليه يازن عليك؟ فاذا جن ليل هل تعيش الى الفجر؟ متضمن ان الليل لما يجي تعيش الفجر، فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا، لسه فرعان شبابه قد نسجت اكفانه وهو لا يدري، كفروا بالخير. وكم من صحيح صحه فيش مرض، مات بغير علمك، مات لوحده ولا مرض ولا. وكم من سقيم عجوز كحيان بعكاز عاش حينا من الدحم اكثر منه مرتين وثلاثه. وكم من عروس زينوها لزوجها ليله الفرح وقد قبضت ارواحهم ليله القدر دون الفرح. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، هي لسه طياره ابتدائي ولا حضانه، وقد ادخلت اجسامهم ظلمه القبر. الرساله ليك انت بقى، فمن عاش يوما ويومين فلا بد من يوم يسير الى القبر. رساله اليك. قيل لنوح عليه السلام، نوح ده كان بيدعي قومه بيدعوهم بس 950 سنة، فلبث فيهم يعني بيدعوهم وعشان كانوا كده، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. يا جماعة اعبدوا ربنا، بيقول لهم اعبدوا ربنا 1000 سنة إلا 50 عام، هو عاش أكثر من 1000. لما احترق المرض اللي هو بيقول لك أنت خلاص هيموت، قيل له كيف تجد نفسك؟ اللي أنت عشته شايف نفسك إيه؟ قال أجد نفسي في بيتي دخلت من باب وخرجت من الباب الاخر. الالف سنه اللي عاشها حاسسها انه دخل من الباب ده طلع من الباب الثاني. طب احنا ابناء ال 60 وال 70، احنا 60 و70 سنه بالنسبه ل 1000 سنه مش حاجه، خليها سيئات ومعاصي. قال ابن القيم الناس منذ ان خلقوا، يعني تقول ابن بطن امه ما زالوا هو في الطريق مسافر، وليس لهم حق رحالهم اما في الجنه واما في النار. انت في سفر لحد ما ايه؟ بتتحط في جنه يا سفر. والعاقل اللي يفهم بقى الدنيا صح والسفر ده هو صح، والعاقل هو الذي يعلم ان المشقه في السفر، محدش يبص لواحد يقول له مرتاح، لا فيش مخلوق في الارض مرتاح، لو اغنى واحد لو اعلى مصر مش مرتاح، لقد خلقنا الانسان في تعب ومشقه، من راكب عربيه كذا وكذا مش مرتاح، هي قاعده ربنا حطها في الارض. وليس قال العاقل هو الذي يعلم ان في السفر مشقه ومحال، محال مستحيل ومحال
أن يطلب النعيم واللذة في السفر. صعب اللي يطلب أنا عايز أرتاح، مفيش الكلام إلا إذا انتهى السفر أو القبر تبدأ الراحة، يتعب بقى على حسبه. لذلك حينما يؤذن المؤذن على المولود أول ما بيتولد بتاني بتزن على ودانه لمين؟ يقيم الصلاة في ودانه الشمال. ألح احنا عارفين ان كل اذان وقامه ليه ايه؟ ليه صالح؟ صلاته امتى؟ في جنازته. صلاه الجنازه الصلاه الوحيده ما فيهاش اذان ولا ايه؟ واقامه. ليه؟ احنا نزلنا وقمنا اول ما اتولد، وهو ما بين الاقامه والصلاه ده عمره بقى اللي بيعدي. انت متخيل ال 60 سنه ثلاث اربع ثواني هو اول ما يقيم الصلاه، ايه اللي بعد اقامه الصلاه؟ لما يخش يكبر الله اكبر صح؟ الوقت يتمها بعد ما اقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، قام لا اله الا الله، كاني دخلت الله اكبر. الوقت ده يتم ثواني صح؟ هيلحق يبص لنا يعمل ذنب؟ هو ده ال 60 سنه. ال 60 سنه ما بين اقامه الصلاه والصلاه ثلاث اربع ثواني، هو دي ال 60 سنه خطف تخليها في ايام. لذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من أطال عمره وحسن عمله. فربنا لسه سايبك على الأرض ماشي، يعني طول في عمرك وخلي اللي حواليك أحسن من عملك. أقول قولي هذا وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الكريم وبعد. العنصر الرابع والأخير، ماذا تنتظر؟ انت مستني ماذا تنتظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من احد يموت الا نبي، ما فيش مخلوق هيموت غير وهو بيندم. ان كان محسنا يعني بتاع ربنا واعمال صالحه وصدقاته وصيامه وقرانه وقيام بتاع ربنا اهو، ان كان محسنا ندم الا يكون اسناد، هيندم ساعه الموت. يا ريتني كنت بدل ما اطلع نص رغيف طلعت رغيف، يا ريت كنت بدل نص المرتب، يا ريتني كنت بدل ما اديه طقم مقطع جبت له طقم جديد، يا ريت. ده كان محسن ندم ان لا يكون ازداد، وان كان مسيئا تحت سيئاته معاصي ندم ان لا يكون نزع، يا ريت كنت بطلت السجاير، يا ريتني كنت بطلت البص هنا وهنا، يا ريت كنت بطلت الكلام في التلفزيون، يا ريتني ما كنت بصيت على التلفزيون والمقاطع، يا ريت كنت، يا ريتني يا ريتني نبي ان يكون نزع وبطل، يا ريت ما كنت اتكلمت على فلانه وعلانه وغيبه ونميمه، يا ريتني ندم ان يكون نزع. فماذا تنتظر؟ انت مستني ايه؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء، ما ندمتش على حاجه خالص، ندمي على يوم غربت شمسه، الشمس غربت اليوم خلص، نقص فيه اجلي، اليوم خلص يعني ايه؟ عمر نقص، نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي، ما بعتش حاجه للاخره، كنت ده كان فيه دنيا اكل واشرب وفلوس وابني واعمل واخلي، نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عمل. انا بندم هنا ازاي يوم يعدي ما بعتش حاجه للاخره غير اصلا رايحه. هو انت مستني كل يوم القيامه تقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ انت مستني ايه؟ هتقول كده؟ قال لك في حياه مش حياه، وانت في حياتك اهو ليه في حياه، لكن هو بيقول لك يا ليتني قدمته لي لحياتي اللي لسه هتخش، يا ريت كنت بعت لها حاجه، مش انت جاي شغال من دوله ثانيه جاي هنا شغال من محافظه ثانيه عشان تبعت هنا بعد ما اللي انت بعته تتجوز فيه وتفتح بيه مشروع صح؟ نفس الموضوع، انت بتبعت هنا بتبعت من هنا للاخر عشان لما تروح تلاقي اللي انت بعته. هي الفكره كده، ما تقولش هناك يا قد يا ليتني قدمت لحياتي، استني تقول كده. ماذا تنتظر؟ ابدا حالك، وهي الرساله الاخيره والخامسه، ابدا حالك، ابدا في الدوي واللحظه، قول معايا في سرك يا رب تبت من كل ذنب بيني وبينك، تبت من كل ذنب بيني وبينك، كبيره صغيره تبت، صفحه جديده مش هرجع لها، يا رب مش راجع للسجاير خمره بقى وحشيش رمضان مش راجع، يا رب بكلمها في التليفون مش هكلمها،
سرية يا رب مش هعملها ولا هدخل حمام ولا هقفل على نفسي يا رب مش هرجع للذنوب تاني يا رب مش هرجع تاني يا رب الذنب اللي بينه وبين الناس اللي اتكلمت في حقه اللي سرقته هروح استسمعه هبص ايديه ورجليه ان انا اتوب وسامحني لو عايز هو حدها له عشان ما تبقاش مني في الاخره يا رب انا هبدا صفحه جديده من دلوقتي مش هتكلم على حد لا غيبه ولا نميمه ولا مهتم مش راع تاني مش دعوه بحد نفسي نفسي من الان يا رب يا رب انا هفكر في الاخره من دلوقتي هيبقى تفكيري ده من اللحظه دي اخرع هبدا يومي بضبط المنبه صلاه الفجر مش الصبح قبل ما انام هصلي ركعتين قيام ليل يا رب الشتاء واليوم بيخلص بسرعه في الشتاء مش بحس بالجوع هصوم الاثنين والخميس يا رب كنت بتصدى بجنيه هتصدى بخمسه جنيه يا رب الشتاء ديت هي دي اللي ضيعانا هبعد عنها هبعد عنها يا الشتاء دي الغلط معاهم بشرب معاهم بتكلم معاهم بتفرج معاهم هبعد يا رب مش هبقى لوحدي عشان الفضل لوحدك بيجيب ذنب مش هبقى لوحدي هندمج مع حد هخش في اعمال تطوعيه ومذاكره شغل هنشغل عشان اروح على النور يا رب صفحه جديده هبطل السجاير دي وفلوسها هجهز بناتي بفلوسها هعصر على صحتي هزود في الدخل الواحده الست اللي قاعده تحت يا رب مش حد مستنى حاجات تبص الرجاله عليا عشان ذنب غيري ليه؟ ما يبصوا عليها تاخد ذنوبهم يا رب مش هتكلم ولا حط التليفون في الطرحه في المطبخ ولا بنشر ولا بنضف واقعد اتكلم ومش باخد بالي من الكلام بقى في دي وغيبه ونميمه في دي ودي 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 يا رب انا هوقف مش هقف حد صفحه جديده مع ربنا صفحه ابتديتها صلاه ونهايتها صلح عارف ليه؟ عشان اللي في النص يتغفل لك قال صلى الله عليه وسلم احفظ كويس الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان